شكراً لبطلين دقيقتان كما باسم الجامعة الملكية الغربية لجودو جوجيتسو وكون الحرب وباسم اللجنة الوطنية للجوجيتسو وعصبة الوسط للجوجيتسو نتقدم بالشكر الجزيل إلى مقاطعة سيدي بريوك ومساهمتها في إنشاء هذه التظاهرة
كما نتقدم بشكر جزيل الى كل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذه التظاهره. Thank you.
ننادي على ثنائي أبو طيب سعيد والشيخ سعيد من جمعية ليفكاي لتسليم الجوائز في أبيوم سيستم. سيتم توشيح هؤلاء من قبل السيد نائب رئيس الجامعة البلدية المغربية لجيل وبور العرب والجيش الجن السيد عبد الواحد الشاب. الدولة.
Stop. Thank you.
Thank you.
Thank you.
التعليمات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله قيادته، دون أن ننسى الأستاذ المبشر وليد عثمان، هذا الشخص الذي هو الآخر قدم مساعدات بطريقته الخاصة، فشكرا له على هذه المساهمة، وشكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنشاء هذه البطولة أو هذا الدور المفتوح. نتمنى شاكرين من سيد رئيس قطاع سيد اللوت وغير من مسؤولين السلطة أن لا يبخلوا علينا وعلى الجامعة وعلى الأسرة بمساعدتهم طول المواسم الرياضية، وشكرا جزيلا وهنيئا لكم بهذا التسليم. شي كلمة في حق رئيس ديال المقاطعة. أولا نشكر السيد رئيس قسم مجلس القطاعات في الوزارة على المجهودات والدعم ديالو المعنوي والرياضي، وهذا راجع النفع بالنسبة للرياضة بصفة عامة، ولله نتمنوا لهم التوفيق في جميع المهام ديالهم لأن يستاهلوا كل تقدير وكل احترام. سي رئيس، كيفاش تشوف هذه العلاقة ما بين جامعة ديال سيدي بليوط وجامعة الجيدو؟ كي دايره العلاقة زعما؟ أنا هذه أول مرة في طبيعة الحال كنت نفتح هذا الباب، دابا هو العهد المجلس المقاطعة سيدي بليوط أن الباب مفتوح لجميع الرياضيين، جميع لي ديسيبلين والرياضات الموجودة عندنا في البلاد، أن هذا القاعة لجميع المشاركات ديال المقاطعة سيدي بليوط زيارة لإشارة هذا الرياضيين، مادام أنهم تقدموا واحد الخدمة لصالح الشباب وكيساهموا يعني في الحفاظ على اللياقة ديالهم وعلى الصحة ديالهم وعلى الابتعاد على مجموعة من الانحرافات والشذوذ اللي كنعيشوا في هذا المجتمع ديالنا، وبالتالي فنحن دائما يعني على أتم استعداد باش أننا نحتضنوا مثل هذه التظاهرات. قلت في البداية الباب مفتوح للجميع، مرحبا على طول السلام. شكرا.